لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المتخصص بالجامعات الإسلامية الأستاذ حسن أبو هنية. أستاذ حسن، مرحبا بك. 18 عاما مرت على احتلال الأمريكيين أفغانستان بحجة محاربة الإرهاب، ما التغييرات الدولية والداخلية في أمريكا التي جعلت الإدارة الأمريكية تجلس على مائدة المفاوضات لإنجاز اتفاق؟ لا شك أن هذا الاتفاق هو جاء على خلفية الفشل الذريع الذي لاقته الولايات المتحدة الأمريكية منذ احتلالها لأفغانستان نهاية 2001. بعد أكثر من 18 عاما كانت الحصيلة أكثر من 3000 قتيل و22 ألف جريح، وهناك كلف منظورة بلغت أكثر من 8 مليار دولار، فضلا عن كلف غير منظورة تجاوزت 3 تريليون. وبالتالي لا يوجد هناك جدوى أن كلف الحرب وصناعة الاستقرار في أفغانستان وحفظ المصالح بدأت مكلفة جدا، وبالتالي أن هذا النزاع لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من كسر حركة طالبان على الإطلاق ولا كسر حركة المقاومة للاحتلال الأمريكي، وبالتالي هذا دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنجاز هذا الاتفاق السيء. في ذروة وجود الأمريكي في أفغانستان في 2011 عندما بلغت القوات أكثر من 100 ألف جندي أمريكي، فضلا عن قوات طبعا التحالف المشاركة وقوات الإيساف، فضلا عن قوات الحكومة الأفغانية جيش وشرطة، لم تتمكن من صناعة الاستقرار ولا الديمقراطية ولا أي من الوعود التي تقدمت بها هذه الإدارة، وبالتالي هذه أصبحت أفغانستان مستنقع مكلف ولا يؤدي إلى شيء، وهذا ما دفع. طيب، كيف تصف الاتفاق في مجمله في ظل ما يعني ما سرب أو تم تسريبه من بنود؟ أعتقد أنه لا يزال هناك غموض في هذا الاتفاق، لكن نحن نعلم أن حركة طالبان على الأقل هي كانت ترفض ولا زالت تتفاوض مع حكومة أشرف غني، وهي تقول بأنها دنيا ضد الاحتلال وتصر على أن التفاوض هو حول الانسحاب وجدول هذا الانسحاب في مقابل عدم استخدام الأراضي الأفغانية لاعتداء على الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هاتين النقطتين هما جوهر هذا النقاش، وبالتالي أعتقد أنه سيخلق في نهاية زلمان خليل زياد، سيذهب إلى أشرف غني إلى كابول، وبالتالي ينقل له بعض هذه المقترحات، لكننا نعلم أن حركة طالبان ترفض حكومة أشرف غني، ثم أنها لا تؤمن بالعملية الديمقراطية والدستور الأفغاني الموضوع أمريكياً، وهي تنظر إلى الديمقراطية وكل هذه العملية الأمريكية. طيب، على اعتبارها أستاذ حسن، يعني مما سرب من بنود التزام أمريكا بالانسحاب وفق جدول زمني مقابل عدم سماح طالبان باستخدام الأراضي التي تسيطر عليها في شن هجمات على المصالح الأمريكية، إلى أي مدى تتوقع أن قادة طالبان ربما يعني سيلتزمون بهذا البند؟ لا أعتقد أن الحركة طالبان أصلا هي لم تنفذ على الإطلاق أي هجمات على المصالح الأمريكية، لا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولا في ضد مصالحها في دول العالم، وبالتالي هي دائما تقدم نفسها على أساس أنها حركة وطنية تنتمي بشكل أساسي إلى قوم البشتون وأن هناك أراضي محتلة، صحيح أن كانت نقطة الخلاف أن لديها تحالفات قوية مع تنظيم القاعدة، لكن نعلم أن تنظيم القاعدة قد دخل في طور من الأفول والتراجع منذ مقتل بن لادن، وبالتالي تمت حركة صاعدة من داخل حركة طالبان انشقت عنها وهي تنظيم الدولة أو ولاية خراسان، وهذا ربما ما عجل لهذا الاتفاق، ولذلك أعتقد بأنه التزام طالبان بعدم تنفيذ لا تستطيع حتى هي أن تنفذه، بمعنى أن هناك تنظيم صاعد هو تنظيم الدولة الإسلامية داعش ولاية خراسان، وهو له بالتأكيد صدامات مع طالبان، وليس بإمكان حركة طالبان أن تلتزم، قد تلتزم هي حركة بعدم تنفيذ، لكن أنها تضمن بعدم استخدام أفغانستان كمنصة لتنفيذ هجمات خارجية لا أعتقد أنها تستطيع الإيفاء في هذا الوقت. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأفغانية صديق صديقي قال إن الحكومة ستدرس تفاصيل الاتفاق، كيف تصف أو كيف تنظر إلى موقف الحكومة الأفغانية من هذا الاتفاق؟ اعتقادي بأنه الحكومة الأفغانية هي على خلاف مع حركة طالبان كانت تدعو دائما حركة طالبان إلى التفاوض، وأنشئ مجلس السلم والتفاوض، ولكن البون الشاسع كبير بين رؤية طالبان ورؤية حكومة أشرف غني، لأن طالبان تريد العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 2001، بمعنى
العودة إلى تطبيق الشريعة والتخلي عن الديمقراطية وعلى التداول السلمي، وأن تكون حركة طالبان حاكمة. وهذا أعتقد بأنه يعني يصعب تفسيره، وأن كان هناك وعود بأن تنفذ، بأن تعطى حركة طالبان مناصب سيادية في داخل أي دولة في أي حكومة قادمة، لكن هذا يتناقض مع جوهر هل هناك تكون عملية ديمقراطية، ونعلم أن هناك انتخابات في سبتمبر القادم. أستاذ حسن، يعني إلى أي مدى تعتقد أن هذا الاتفاق ربما يكون المخرج لحل شامل في أفغانستان، وتنخرط بذلك طالبان في الحكم وتنهي صراعها مع الحكومة؟ لا أعتقد أن ذلك ممكن، ليس بمقدور حركة طالبان. سوف كما حدث أن هناك انشقاقات مع حركة طالبان أدت إلى نشوء تنظيم قوي جدا، وهو تنظيم ولاية سيناء ونفذ ولاية خراسان ونفذ هجمات مميتة. أعتقد أن الدخول في هذه العملية سوف يعمل على شق حركة طالبان بطريقة أو بأخرى، وخصوصا أن عملية التوافق مع الحكومة ومع الأطراف النزاع، فطالما كانت في أفغانستان يعني خلافات على أسس إثنية وعرقية وعلى أسس أيديولوجية ودينية، وبالتالي أعتقد بأنه هو فقط هذا الاتفاق لإيجاد مخرج للانسحاب للقاعدة الأمريكية وحفظ ما الوجه لا أكثر، لكنه لم يضمن الاستقرار في أفغانستان. من عمان المتخصص في الجماعات الإسلامية الأستاذ حسن أبو هنية، شكرا لك.